أكد رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر ضرورة زيادة التبادل التجاري بين العراق وتركيا وعلى تسهيل حركة النقل بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء الشيخ الخنجر بالسفير التركي في بغداد علي رضا جوناي، حيث بحث الجانبان العلاقات العراقية التركية. وشدد الشيخ الخنجر على أهمية إلغاء تأشيرة السفر وتسهيل حركة النقل بين البلدين، خصوصا في المجالات الإنسانية والاستثمارية.